مدينة نباهي بها الأمم بالمناسبة، دي حلوة جدا جدا. طيب هنا هرجع على مسألة اللقاءات الأخوية اللي تمت خلال اليومين الماضيين على أرض العالمين الجديدة في جمهورية مصر العربية. وفي هذا التوقيت الأول الناس كانت تشوف أنه مصر بتعمل علاقة ثلاثية ما بينها هي والأردن والعراق، والبعض أشار إلى أنه قد يكون هذا محورا عربيا جديدا إلى آخره. واضح أنه المحور العربي هو أكثر اتساعا وامتدادا، فيضم معاه مجلس التعاون الخليجي. نلاقي أنه ممثلين عن المجلس دول شقيقة زي الإمارات والبحرين موجودين في إطار ما لم يعد محورا ثلاثيا ولكن يبدو خماسيا، فهل من المزيد إذا صح التعبير؟ بالفعل كما أشرت حضرتك يا أستاذ يوسف، هذا المحور يعني كانت اللبنة الرئيسية لي في أول قمة ثلاثية عقدت في القاهرة في العام 2019، القمة الثلاثية المصرية العراقية الأردنية. وفي نفس العام كانت القمة الثانية والتي عقدت على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في سبتمبر من نفس العام. ثم بعد ذلك كانت هناك ثلاث قمم متتالية، قمة في عمان وقمة في بغداد، وهي دلائل واضحة على أن هناك زخما عربيا وأن الدولة المصرية تصنع دوائر أمن قومي صغيرة تجمع بعدها هذه الدوائر في دائرة كبيرة للحفاظ على الأمن القومي العربي. وهو ما نشاهده الآن من أن الدولة المصرية قامت بتوسيع حجم التحالفات الاستراتيجية لتشمل دول عربية أخرى. أيضا نقطة مهمة جدا حضرتك أشرت إليها، وهي أن يكون هناك تحالفا خليجيا مع ثلاث دول عربية هي مصر والعراق والأردن، وشاركت مصر في اجتماعات الدورة 157 من اجتماعات مجلس التعاون الخليجي، وتدشين آلية التشاور السياسي المصري الخليجي. وهذا يؤشر للمفهوم الذي أرساه الرئيس السيسي بشكل قاطع، وهو مفهوم مسافة السكة، وأن أمن الخليج هو جزء لا يتجزأ من محددات مصر للأمن القومي العربي. طبعا ده كلام عظيم جدا.